السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بناتي؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة سهلة وسريعة. وصفتنا النهاردة من احسن وافضل الوصفات اللي ممكن تجيب معاك نتيجة فعالة في اقل وقت. وصفة يا جماعة طبعا في ناس كتير جربوها وجابت معاها نتيجة كويسة جدا، وقلت ان شاء الله اطلع اعملها لكم علشان ان شاء الله هتستفادوا منها كتير. تمام، وصفتنا النهاردة هتشتغل على منطقة الصدر والجوانب والارداف وكمان منطقة الترهل الذراعي، فان شاء الله لو انت استخدمتيها لمدة اسبوع ان شاء الله هتجيب معاك نتيجة فعالة. ده طبعا بالنسبة يا جماعة للناس اللي عندها يعني مناسبة وعايزة تنزل وزنها في اقل وقت، ده ان شاء الله ممكن تجربه معايا الوصفة دي. تمام، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط لايكات كتير للفيديو، وصل الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات وشيروه علشان ان شاء الله يوصل لاكبر عدد من الناس وناس كتير تستفاد منه. تمام، طبعا لسه يا جماعه بيشوف قناتي لاول مره يعمل اشتراك للقناه وفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصلوا معايا كل جديد. ويلا بينا نشوف وصفتنا النهارده عباره عن ايه. مبدئيا كده زي ما انتم شايفين يا جماعه معايا، ده طبعا القرنفل او المسمار، ده طبعا قرنفل مطحون. وده يا جماعه شكل القرنفل اهو، ده طبعا بنقول عليه القرنفل او المسمار، ده جاي من عند العطار. تمام، هنروح كده طبعا شايفين شكله عامل ازاي علشان تبقوا انتوا برضو وانتوا بتجيبوه. طبعا في ناس كتير عارفه القرنفل اهوت عشان يبقى واضح معايا اكتر اهو، ده طبعا بنجيبه من عند العطار. لو انت جبت منه مثلا كميه بخمسة جنيه ولا حاجه هتفضل عندك يعني ما شاء الله مدى واسع. تمام، انا النهارده هحتاج منه المطحون من القرنفل بالشكل ده كده اهو، دي يا جماعه القرنفل المطحون. طيب تعالوا بقى كده يلا نشوف هنستخدم ايه في الوصفه معايا. زي ما قلت لكم وصفتنا سهله جدا ووصفه بسيطه جدا، مش هتكلفنا اي حاجه وفي نفس الوقت هتزود معاك معدل حرق. الناس يا جماعه اللي عندها معدل حرق ضعيف جدا وما بيحرقش وجسمها دايما في الزايد، لا، النهارده ان شاء الله يا جماعه الوصفه اللي احنا هنعملها ديت دي هتزود معاك معدل حرق، كمان هتنزل معاكي كل الميه الزايده اللي في الجسم وهتريح معاك القولون، لان طبعا القولون يا جماعه ده طبعا بيعمل انتفاخات في البطن وبيتهيأ لنا ان احنا عندنا كرش او الكلام ده كلته، ده ان شاء الله هتنهي معاكي كل المشاكل دي. تمام، اللي محطش لايك وحط لايك ويلا بينا نشوف الوصفه بتاعتنا هنعملها ازاي. مبدئيا يعني كده انا هجيب معايا طبعا اي شفشه بقى او اي حاجه ان شاء الله عشان ان شاء الله هنستخدم الوصفه بتاعتنا هنعملها كشرب. هنستخدم النهارده في الوصفه بتاعتنا يا جماعه ليمونتين اتنين اهو، ده كده واضح معاك في الكاميرا زي ما انتم شايفين ليمونتين اتنين متوسطين الحجم. هنقطع الليمون بالشكل ده كده، ده كده اول ليمونه. تعالوا بقى ناخد الليمونه التانيه، وصفه كويسه جدا يا جماعه ووصفه امنه وطبيعيه، مش هنقول لا فيها لا كذا ولا كذا. انا النهارده هستخدم الليمون بالقشر بتاعه بالبذر بكله اهو، وهنحطه في قلب الشفشق بتاعنا. اهم حاجه يا جماعه يكون شفشق ازاز، ما نستخدمش المكون اللي احنا هنعمله دوت في حاجه بلاستيك، لا، اهم حاجه يكون يا اما برطمان ازاز يا اما شفشق ازاز. طيب تاني مكون هنحطه طبعا زي ما انتم شايفين كده، تابعوا معايا الوصفه للاخر علشان اهم من الوصفه ان انت تعرفي الطريقه عشان تعملها صح. هنستخدم النهارده في الوصفه بتاعتنا القرنفل المطحون، ده كده هناخد نص معلقه من القرنفل، مش هنكتر يا جماعه علشان القرنفل بيبقى حامي شويه، ده كده. ممكن ان انا احط منه المطحون وممكن احطه خشن. طيب ثالث مكون برضو هنستخدمه اللي هو القرفه، يعتبر كل الحاجات اللي انا استخدمتها ديت النهارده ده بتزود معانا معدل الحرق، تخلي جسمنا نشيط وكويس جدا، بيحرق بطريقه طبيعيه وكويسه. الناس اللي عندها يا جماعه كسل في الغده وجسمها ما بيحرقش طبعا بتبقى دايما في الزياده، ده ممكن ان هي تستخدم الوصفه ديت هتزود معاها معدل الحرق. هنحط كده ايده واحد نحط كمان قطعتين من القرفه كده بالشكل ده كده اهو، كفايه قوي. طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هننزل عليها يا جماعه بالميه السخنه. احنا هنغلي الميه بس اهم حاجه مش هحطها وهي مغليه علشان اللي ممكن الحاجه اللي انا احط فيها تتفلق مني، وكمان انا مش عايزه احط ميه مغليه على الليمون. تمام، يعني هغلي الميه وهسيبها كده تدفي وبعد كده هقوم منزلها في قلب البرطمان او الشفشق بتاعي بالشكل ده كده. ده كده يا جماعه حوالي رتل
وده طبعا اللي انا محتاجاه. نقلب بس كويس بقى علشان ايه بقى بالشكل ده كده. دلوقتي هنقفل عليه، وقلنا طبعا يا جماعه الميه سخنه مش بارده، سخنه بس مش سخنه قوي، يعني احنا هنغليها. اهم حاجه الوصفه تكون معايا الميه تكون مغليه، بس مش هنحطها وهي مغليه على طول، هنسيبها تهدى بس شويه كده، وبعد كده هنقوم ايه عاملين نغطي عليها بالشكل ده كده. اخر حاجه معانا يا جماعه زي ما انتم شايفين معايا زيت الزيتون، ده اللي احنا ان شاء الله هنستخدمه في وصفتنا برده النهارده. زيت الزيتون من الزيوت الكويسه جدا هي ده كده. هنحط حوالي معلقه كبيره بالشكل ده كده، تمام. طبعا يا جماعه زيت الزيتون ده يعتبر من الدهون الصحيه، كويس جدا، بيحسسك بالشبع، يعتبر من الدهون الصحيه ومفيد جدا للجسم، تمام. يبقى انا كده حطيت معلقه من زيت الزيتون زي ما انتم شايفين معايا بالشكل ده كده، اهو يعتبر كده الوصفه جاهزه معايا. طيب هنستخدم الوصفه امتى؟ هنستخدمها يا جماعه مرتين في اليوم. انا طبعا عملت كميه زي ما انتم شايفين كده حوالي رتل كامل، ده طبعا هسيبه لغايه ما يهدى معايا خالص، بعد كده هنحطه في الثلاجه لمده ليله كامله، بعد كده ان شاء الله نقوم الصبح نشرب، يعني احنا هنحضره على بياض، بعد ما يهدى زي ما قلنا كده هنحطه في الثلاجه متغطي عليه. طبعا هنقوم الصبح ان شاء الله هنشرب منه كوبايه، هنيجي برده بالليل هنشرب منه كوبايه، قبل النوم كده ان شاء الله هنقوم شاربين منه كوبايه، يعني احنا ان شاء الله كده هنشرب منه كوبايتين في اليوم. ده هيبقى كويس جدا، هينزل معايا الدهون الموجوده في جسمي، كل الدهون العنيده بقى اللي ما بتنزلش بسهوله دي هتبصي تلاقيها تتفتت معاكي وتنزل معاكي بمنتهى السهوله، تمام. اهم حاجه يا جماعه الناس تحافظ بس على الاكل بتاعها، تبعد عن النشويات، تبعد عن السكريات، كل الكلام ده، او نقلل منها شويه، مش بنقول نحرم نفسنا منها خالص، لا، حاولي ان انت بس تقللي نفسك منها بالتدريج شويه بشويه، هتبصي تلاقي نفسك ما شاء الله جسمك وقوامك بقى ورشيقك بقى كويس جدا، ده طبعا يبقى كويس جدا بالنسبه لصحتك، تمام. طيب الاكل برده نيجي في العشاء يا جماعه، نحاول ان احنا نقلل او ما نتعشاش بمعنى اصح. علبه زبادي كويسه جدا على عصره ليمونه، ممكن قطعه جبنه قريش، طبق سلطه، الحاجات الخفيفه دي. طيب معلومه اخيره بقى عشان انهي معاكم الفيديو، شرب الميه يا جماعه باستمرار، نكتر قوي قوي في شرب الميه، على الاقل هنشرب من 3 ل 4 رتل في اليوم، ده لان خدوا بالكم الميه ده بتزود معاك معدل حرق، عمر جسمك ما هيحرق من غير ما تشربوا ميه، دي نصيحه يعني. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تعملوا لايكات كتير للفيديو، لو انت او انت لسه ما اشتركتوش في القناه يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم منه كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.